قدم مساء اليوم الأمين العام لوزارة الطيران المدني والإرصاد الجوي محمد صالح الدقة قدم بيانا صحفيا بمناسبة اليوم الدولي للطيران المدني في ذكراه 73. نتابع جزء من هذا البيان بترجمة الزميل محمود مسلفيل. لوتشات على استار دي لا كوميونيتي انترناسيونال. تشات كبقية الدول تحتفل باليوم العالمي للطيران المدني تحت شعار الطيران المدني وسيلة لفك العزلة. هذا اليوم نحتفل به في إطار الذكرى 73 للمعاهدة الدولية للطيران المدني التي وقعت بتاريخ 7 ديسمبر 1944 في شيكاغو التي تهدف إلى تأسيس المنظمة الدولية للطيران المدني أواسي. وبالنسبة لتشاد فإن النقل الجوي له أهمية كبرى، واختيار شعار الطيران المدني وسيلة لفك العزلة يتطابق مع رؤية الحكومة بقيادة الرئيس الجمهورية إدريس دي. وفي ذات السياق فإن الوزارة المكلفة بالطيران المدني تسعى إلى تطبيق النظم المعمول بها في المنظمة الدولية للطيران المدني في المطارات الآتية، وهي مطار أنجمينا ومندو وفيا وأبشا، بالإضافة إلى مطاري أم جرس وسار، لأجل تحسين التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية في كان. نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمتي الأمم المتحدة لدعم الأنشطة السكانية واليونيسيف ورشة للمصادقة على التقرير المتعلق باتفاقية حقوق الأطفال والحد من جميع الأشكال التمييز ضد المرأة. المناسبة رأس المدير العام لحقوق الإنسان ممثلا للوزير. تقرير عز الدين نصر. تسليط الضوء على مشكلات الأطفال والنساء ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بحقوقهم وتضافر الجهود من أجل بلورة اقتراحات عملية من خلال تقارير أعدتها الجهات المختصة بهذا الشأن، نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للسكان ورشة للمصادقة على التقارير المتعلقة بحقوق الأطفال والحد من جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وخلال فعاليات افتتاح الورشة قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للسكان كومي إيمانويل إن نظام الأمم المتحدة يدعم جهود الحكومة التشادية المتعلقة بهذا الشأن من أجل تحقيق واحترام المواثيق الخاصة بحقوق المرأة والطفل. أما المدير العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل عبد الناصر محمد قربو ممثلا للوزير قال إن مسؤولية مراجعة التقارير بعناية يمكن الخبراء من اعتماد توصيات للحكومة تلخص حالة حقوق الطفل والمرأة بتشاد، وبناء على تلك التوصيات تعمل الحكومة على إنهاء العنف الممارس ضد المرأة والطفل. نظم اليوم برنامج التعاون السويسري بتشاد ورشة تقييمية حول برنامج التطوير النوعي لمرحلة الأساس في نسخته الثالثة. المناسبة كانت بحضور عمال وزارة التربية والتعليم من داخل وخارج العاصمة أنجمينا. محمد طاهر. بحضور عدد من القائمين بأمر الشؤون التعليمية في الأقاليم والعاصمة أنجمينا، جاء انعقاد الورشة التقييمية لبرنامج التطوير النوعي لمرحلة الأساس في نسخته الثالثة، والتي يشرف عليها مكتب التعاون السويسري بتشاد، لتناقش حصيلة المرحلة الثالثة للمشروع والتي تمتد حتى عام 2022. بداية رحبت منسقة المشروع روفلين بكل الحضور في المشاركة لهذه الندوة. عقب ذلك نائب مدير مكتب التنمية والتعاون السويسري بتشاد جان ميشيل ليمان قال إن التعاون يقدم الدعم للمدارس التعليمية في المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بإشادة الحكومة في مجال التعليم النظامي والأهلي. وهذه الورشة تناقش مشروع الخمس سنوات المقبلة. من جانبه منسق الأقسام بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ريماجي نونغوجال بدوره شكر التعاون السويسري لما يبذله من جهد لدعم النظم التعليمية، مؤكدا اهتمام الحكومة بالتعليم في شتى مستوياته وتقديم خدمات نوعية للشباب، وشجع صندوق التعاون السويسري على تقديم الدعم. جدير بالذكر أن الورشة حضرها مسؤولين تربويين من أقاليم البطحة وشرق الأوسط، وتستمر حتى 7 ديسمبر الجاري. مثل الأمين العام لإقليم شرق الأوسط الحاكم في افتتاح أعمال الدورة التدريبية التي نظمت من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل لصالح 40 من سجناء النزلاء السجن بمدينة إسار. تقرير محمد السليك وقراءة أحمد خميس جمعة. جاء افتتاح أعمال الورشة التدريبية التي نظمت من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي
لصالح مجموعة من السجناء بمدينة سار. الأمين العام للإقليم ممثلا للحاكم في كلمته شكر الحضور وقال إن هذه الدورة تتطابق مع سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من أجل تحسين أوضاع السجناء وفق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان، كما أن هذه المبادرة تدخل أيضا ضمن تطبيق البلاد للمواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها في مجال حقوق الإنسان. في كلمتها الخبيرة المكلفة بالمتابعة والتقييم بالهيئة الوطنية لترقية العمل إيزا بنجام جبرين قالت أن أهداف هذه الهيئة مواكبة للعصر والوقوف مع الطبقات الضعيفة في المجتمع، وأن هذه الدورة تساهم في تأهيل السجناء لضمان مستقبلهم والتخلي عن الأعمال المشبوهة التي قد تؤدي بهم إلى ارتكاب أعمال إجرامية. وعليه فإن هذه الدورة ستستمر لمدة 3 شهور. بحضور رئيس مركز إداري كند البداد أعمال الدورة التدريبية لصالح 40 مزارعا من التجمعات الزراعية بالمنطقة حول الفنون الزراعية الحديثة. هذه الدورة جاء تنظيمها من قبل جمعية النهضة لمساعدة وتوعية المزارعين. التقرير محمد عثمان بشير. في وقت باتت فيه استخدامات تقنيات الري والزراعة عنصرا أساسيا في زراعة الخضروات والمنتجات الزراعية المختلفة بصفة عامة، تأتي هذه الدورة التي جاءت ببادرة من قبل جمعية النهضة لمساعدة وتوعية المزارعين لصالح العاملين في مجال القطاع الزراعي حول تقنيات الري الحديثة وكيفية الزراعة بطرق حديثة. البترول ما دايم، رئيس بقول البترول ما دايم، عشان كده الزراعة مهمة. أنا أجينا نادهني كيف نوصفوكم عشان فترة هنا السيف ده تزرع شنو؟ رسالة رئيسة جمعية النهضة شونا إدريس جبيتنو قدمت من قبل الأمين العام النائب للجمعية أوجلي حميدة داود. زراعة ما بتكون إلا زراعة هنا زمان مش لان زي أنا أجدادنا ده كدانكا وجرار بس بهيدا، لكن الزراعة هسا اتطورت بقى بمكانات. هذا أننا فكرنا ونقول الناس ده بدنا ناخد معاملة كل شيء الجديد كان فيه ننتم له ونوصفهم له. هذه البادرة الاجتماعية والتنموية لقيت إشادات وثناء من قبل مختلف المسؤولين بمركز إداري كوندول بإقليم شاربة قرمي. هذا وعلى مدى 3 أيام كاملة سيعكف المشاركون البالغ عددهم 40 مشارك ومشاركة على تعلم كيفية استعمال التقنيات الحديثة التي تستخدم في مختلف مجالات الزراعة. انضمت مجموعة كبيرة من مناضلي حزب الـ ENDR من 58 قرية تابعة لمحافظة مونديلام بإقليم مايكي شرق انضموا إلى صفوف الحركة الوطنية للإنقاذ. التقرير زينب أحمد عبدالله وقراءة محمد عثمان مرة أخرى. نتيجة للجهود الحثيثة التي قدمت طيلة 27 عاما الماضية من قبل الحركة الوطنية للإنقاذ MPS في تنمية ونهضة البلاد، تأتي هذه المناسبة الخاصة بانضمام سكان أكثر من 58 قرية تابعة لمركز إداري أولوم غامي التابعة لمقاطعة مون إلي بإقليم مايوكيبي الشرقية. انضم هؤلاء المناضلون إلى الحركة الوطنية للإنقاذ تقديرا لتلك الجهود التي قدمت لصالح الوطن والمواطنين. قادمين هؤلاء المناضلين من حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد ENDR. ممثل سكان تلك القرى 58 المنضمون للحركة الوطنية للإنقاذ MPS السيد بديون أرون برر انضمامهم بكون أن حزب ENDR وطيلة 25 عاما كان حزب ENDR سياسته فاشلة ولم يستطع أن يحقق أي نتيجة سواء على المستوى الوطني بصفة عامة أو على مستوى المناضلين بصفة خاصة. وعلى حسب ممثل المنضمين فقد أكد بأن حزب ENDR قد فشل سياسيا خاصة في مجالات اللعبة السياسية. ونتيجة لتلك الجهود التي بذلت من قبل حزب الحركة الوطنية للإنقاذ وقائدها رئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو فيما يخص نهضة وتنمية البلاد طيلة 27 عاما دفعهم للانضمام للحركة الوطنية للإنقاذ من أجل المساهمة في إنجاز ما تبقى من مشاريع التنموية
التي باتت تحقق أحلام ورغبات المجتمع التشادي.